شهد مستشفى قادري محمد بن عامة عودة القسم الجراحي للعمل بعد غلق هذا الجناح لمدة تجاوزت السنتين والنصف بسبب القيام بعملية الإصلاح والترميم، وهذا ما أفرح سكان ولاية عامة، خاصة وأنهم كانوا يتنقلون لولايات بعيدة قصد إجراء عمليات جراحية بسيطة. سيد علي مطماطي رصدت لي. أنا الحمد لله من حل هذا البلوك وراني غادي ندير العملية والحمد لله. كنا نمشيو هكا التمسان، كنا نمشيو الوهران، وكنا نمشيو كي داروا لينا هنا كل شيء، الحياة جاتنا قريبة والحمد لله. الحمد لله راهم فتحوا لنا هذا القسم هذا نتاع الجراحة، وأنا في حد ذاته جبت الزوجة نتاعي وراها تقوم بالعملية ظروف الآن. رحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. عرفت المؤسسة الاستشفائية قادري محمد بن عامة إعادة بعث الحياة في المجمع الجراحي، مما سيؤدي إلى رفع الغبن عن ساكنة المنطقة الذين كانوا يعانون بعض المشاكل من تنقلهم إلى الولايات المجاورة. قمنا بتحضير 3 مرضى في اليوم مبدئيا، ونسهر إن شاء الله على إتمام هذا البرنامج في الأسابيع المقبلة لإتمام جميع الملفات التي كانت في قائمة الانتظار. على مستوى المجمع الجراحي اللي عرف توقف لمدة مدة زمنية بسبب الجائحة، استرجعنا الأطباء التخدير، وكان النتيجة هو انطلاق العمليات الجراحية اللي شاهدتهم حصريا، ورانا نحرصوا باش نسترجعوا العمليات السابقة اللي عندنا تأخير فيها.